والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله سنتعلم كيفية عمل حركة قفز. بداية اذهب إلى File Import إلى Anime Studio 5 Characters واختر لاني. أغلب الأعمال أو المشاريع سنطبقها على شخصية لاني. ابدأ بالحركة. بسم الله. مثل ما تعودنا في الفريم 0 نقوم بالتثبيت جميع الأدوات. ماذا تعمل الآن؟ حرك القدمين، عفوا ليس هنا، اجعله في الخط 12. حرك القدمين، حرك القدم الأخرى هكذا، وكذلك اليدين، بأن تجعله يتهيأ للقفز. اغلق فمه الآن مثلا. الآن اذهب إلى هذه الأيقونة، نزله قليلا إلى هنا، شغل الآن، اعمل بعد التعديلات. بإمكانك أن تبدأ بداية وتنزل الشخصية إلى الأرض لكي إذا كنت لا تستطيع أن تعدل في الحركة مثلا هنا. الآن اذهب إلى الفريم 18 مثلا وجعل الشخصية تبدأ بالقفز هكذا بنفس مستوى بداية الشخصية كما بدأت الشخصية. قال هكذا بأن الشخصية قفزت والرأس بدأ يرتفع، كذلك اليدين بدأت ترتفع والفم بدأ ينفتح قليلا. الآن اذهب إلى الفريم 30 وارفع الشخصية كثيرا، عفوا انا عاد هنا. بامكانك طبعا مثل ما نوهت سابقا ان تستخدم هذه لتحريك الشخصية او تستخدم هذه، نوهت على هذه المعلومة في حركة المشي، ولكن انا افضل استخدام هذه الشخصية لانها ستظهر لك كيف كان مسار الشخصية، ستظهر لك مسار الشخصية في الفريمات السابقة. الان اجعل الشخصية تقفز مسار بعيد هكذا، غير من حركة الشخصية بأن تجعله الرجل هكذا، هذه هكذا، كذا غير حركة اليدين هكذا، وغير الرأس وفمه مفتوح. الآن نقرب التحريك. ماذا تعمل إلى الفريم 42 أو دعنا هنا مثلا، مثل ما عملنا في حركة اليد للشخصية المرأة عندما في حركة السقوط. دعنا نبين بعض المهم بأن الشخصية عندما تقف هنا تتحرك بعض حركة بسيطة هكذا ثم تسقط مرة أخرى. اذهب هنا واعمل العكس، اخفض هذه وارفع هذه. الآن اعمل للحركة كوبي بيست لحد الفريم 42، بعد ذلك تبدأ الشخصية بالسقوط. شغل الآن، عفوا هذا ما أردت قوله بأن الشخصية هنا تتحرك حركة بسيطة، كذا غير حركة الفم أو غير حركة الفم هنا في الفريم 42 عندما تريد الشخصية أن تبدأ بالسقوط. في الفريم 42 دعنا نهيئ الشخصية للسقوط. هكذا تبدأ بخفض اليدين ويبدأ الرأس بالانحناء، غير فقط قليلا في القدمين. الآن في 48 اخفض الشخصية من مكانها
هنا مثلا وقع القدمي تتهيأ أو ارفعه قليلا لأنه قارب أن يصل الأرض، ارفعه إلى هنا مثلا. وقع القدمي تتهيأ لكي تلحق إلى الأرض. كده في الفريم 54 يعني شغل ده، اعمل كوبي لهذه لحد الفريم 42 واضغط لها بس لكي تثبت للبرنامج بأن من الفريم 30 والفريم 42 الشخصية تبقى مكانها في الهواء هكذا، ثم تبدأ بالسقوط. اذهب للفريم 54 وقع الشخصية تلامس الأرض. بداية أول الشخصية ما تلحق الأرض ستنكسف قدميها قليلا. ثم في الفريم 60 يجعل الشخصية ترتفع إلى مستواها السابق هنا، ازحفه قليلا بالضغط على شيفت، ازحفه لجهة اليمين لكي نجعل الشخصية بأنها تتأرجح للخلف لتسقط. هي حركة القدم كده. افتحه قليلا. الآن اذهب للفريم 60 وحرك الشخصية لجهة اليمين مع الضغط على شيفت، ونعمل مثل ما عملنا في حركة المشي بأن نقوم باستبدال مكان القدمين. يجعل الرجل اليمنى هنا والقدم اليسرى هنا. وكذلك اليدين هذه للخلف، ينحني الظهر قليلا إلى 72 كذلك نفس الحال، حركه قليلا وغير أماكن القدمين هذه هنا هذه هنا. وكذلك مكان اليدين أجل. ثم بعد ذلك في الخط 78 تبدأ الشخصية بالسقوط، إذن هكذا غير القدمين نرفع الشخصية قليلا سنقوم بتعديل بعض العيوب عندما ننتهي من عمل الحركة. اجعل اليدين هكذا لتبين عملية الاصطدام، وكذلك رأسه هكذا، وافتح فمه لكي يشعر بألم السقوط. الآن في الفريم 42 ماذا تعمل؟ ارفعه قليلا فقط هكذا، غير من حركة بعض اليدين مثلا، وكذلك القدمين
هنا مرة أخرى يصطدم بالأرض وغير في حركة القدمين. وهنا يرتفع مرة أخرى ولكن هذه المرة قليلا فقط هكذا. وهنا يرجع مرة أخرى إلى الأرض. هكذا يعني. دعنا نعدل في المشي مثل ما سابقا شرحنا. هنا تعمل العكس، سابقا نجعل الرجل نرفع الرجل التي ستكون في الأمام، هنا العكس نرجع الرجل التي ستتحرك للخلف، يعني في الفريم 66 ستكون الرجل اليمنى. إذن هنا نرفع الرجل اليمنى هكذا، وهنا كذلك نرفع القدم اليسرى هكذا. عدل تلك الرجل. اخفض الشخصية، اجعلها تلامس الأرض هكذا. الآن شغل. لاحظ لم نغير هنا اليد، قدم اليد اليمنى هكذا. شغل الآن العمل كاملا. غير في البروجكت سيتنج لكي عندما تشغل العمل ينتهي عند نهاية الفريم، يعني هنا مثلا في الفريم 90 نجعله 90، لكي عندما ينتهي يبدأ بإعادة نفسه بذاته. شغل. دعنا نضيف بعض اللمسات خفيفة، بأنك تريد أن تجعل الشخصية وكأنه يقفز من الأسفل، يعني هنا يبدأ بالقفز من الأسفل، وهنا يريد أن يصل إلى مثلا شجرة أو ما شابه ولا يستطيع الوصول، ثم يبدأ بالسقوط مرة أخرى. ماذا تعمل؟ اذهب إلى هنا، اختر هذه، غير الشخصية هكذا، وغير ارتفاع الشخصية. غير الشخصية هنا، ارتفاع الشخصية. الآن لحد قبل أن يبدأ بالقفز ثبت حجم الشخصية وثبت كذلك هذه. اذهب إلى الفريم 30، هذا تعمل كبر الشخصية، يعني كأنك تعمل زوم للشخصية. جرب شغل الآن. لحد هنا ثبت العمل بأنك تريد أن تجعل حجم شخصية هكذا. اذهب إلى أن تصل شخصية إلى الأرض وهي في الفريم 48، ماذا تعمل؟ انسخ هذه، انسخ هذه بأن تريده أن يرجع في مكانه السابق. أقوم في هذه، انسخ أيقونة الفريم الأول بأنك تريد أن تجعله يرجع إلى
يرجع كما كان في بداية عمله قبل القفز، هكذا، ثم يقفز، ثم يسقط، يرجع مرة أخرى، وأعمل لها بيست. شغل الآن. شغل العمل كاملا. بهذا نكون قد أخذنا فكرة عن هذه الأيقونة، بإمكانك تستخدمها بإتقان أكثر. بهذا نكون قد انتهينا من شرح عملية القفز، أراكم في دروس أخرى، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.